قال رحمه الله تعالى: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. نعم، من علامات النصب أن يكون بالألف. قلنا الأسماء الخمسة ترفع بالواو، قال أبوك، جاء أخوك، هذا فوك، يعني ترفع بالواو، لكن تنصب بماذا؟ تنصب بالألف، تنصب بالألف. رأيت أباك، قتلت أخاك، تنصب دائما لما يكون مفعولا به دائما بالألف. نعم.